اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل مشاركة الرقم الهاتف. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على جوجل، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ملء تلقائي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مشاركة الرقم الهاتف، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مشاركة الرقم الهاتف. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل مشاركة الرقم الهاتف، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.